في ثالث امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تقدم الطلبة من مختلف الفروع اليوم لامتحان التاريخ. الطلبة أكدوا أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهاج وأن الوقت كان كافياً، لكن عدداً منهم أشاروا إلى ما وصفوه بأسئلة غير متوقعة ومن بين السطور، معتبرين أن المستوى العام للأسئلة كان متوسطاً ودقيقاً. لاحظت ارتياح عام من ابنائنا الطلبه على مستوى الاسئله، وايضا لاحظت انه يعني في الساعه الاولى يعني معظم الطلاب انهوا الاجابه عن امتحان مبحث التاريخ اليوم. امتحاننا كثير يعني من بين الاسطر، كثير من بين الاسطر، كلياته كثير دقيق، ويعني لازم تركز كثير، وفي شغلات ما قدرنا نحلها لانها من بين الاسطر فعليا. كويس، احسن من العربي، بس كان دقيق شوي. كان شوي دقيق بس وفي توتر، بس حسيت يعني في سهل، يعني أجوبة كانت تمام، مش حاطين تواريخ أبدا، كله من الكتاب وسهل وفي وقت عادي. امتحان تاريخ مو سهل أبدا، كله من بين الأسطر، يعني أنا على دراستي حرام أجاوب زي هيك، يعني أبدا ما كان منيح. من بين الأسطر، ما في إشي من اللي درسناه جاي، يعني لا تواريخ أجا، ما في، يعني كله من بين الأسطر. وخلال جولة تفقدية لقاعة الامتحان، قال الأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمي إن الامتحان في يومه الثالث سار بشكل طبيعي. وفي حديث لرؤيا كشف العجارمي أنه ما تم في هذه الدورة هو رصد حالات غير مسبوقة لاستخدام الهاتف أثناء انعقاد الامتحان، وتم ضبط عدد كبير من الطلبة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع هذه التجاوزات. هناك حالات حرمان غير مسبوقة في استخدام الهاتف، الوزارة ستطبق جميع الإجراءات الناظمة لامتحان الثانوية العامة، لن نتهاون في هذا الموضوع لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. العدد كبير وغير مسبوق، وخاصة استخدام الهاتف، وتم ضبط يعني مجموعة كبيرة من الطلبة في مناطق مختلفة، والشكر للزملاء الذين يدرون هذا الأمر يعني باحترافية عالية. أيضا مرة أخرى لتحقيق العدالة سنطبق الإجراءات الناظمة، ويعني هذا يدعونا أيضا أن نعيد أيضا النظر في العقوبات والتعليمات إجراءات معالجة قضايا الغش. في مدرسة داود المجالي التابعة لمديرية تربية القصر بمحافظة الكرك، امتنع عدد من الطلبة عن تقديم امتحان الثانوية العامة هذا اليوم. الطلبة عزوا هذه الخطوة إلى إجراءات تفتيش الطلبة عند دخول القاعات، معتبرين أن الإجراءات مبالغ فيها ومشددة بشكل غير مقبول وفق وصفهم، لافتين إلى تقديمهم شكاوى بهذا الخصوص لدى مديرية التربية منذ اليوم الأول للامتحانات دون اتخاذ أي إجراء. اليوم ما حضرنا طبعا امتحان اللي هو التاريخ الأردن، ما حضرنا لسبب إساءات شخصية من رئيس القاعة. 45 طالب ينحرموا أو ما يخشوا قاعة بسبب الأسلوب ولا بسبب القرارات أو المشاكل الشخصية، ماشي، مالنا احنا فيك. التفتيش العباطة، اسلوبه غير طبيعي، يعني مو رئيس قاعة. جينا اشتكينا عند مدير القاعة، هان ماشي صار له 3 أيام بده ياخذ حل، ما اخذ حل. لما يجي يفتشك بيحط لك ورقة بيضاء وقف عليها، طبعا بتشلحك الكندرة جلكم الله، يمسكها يطقها زي هيك يدور بيها يفكر فيها ورق. تعليقا على هذه الواقعة، قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس لرؤيا إن 31 طالبا من طلاب الدراسة الخاصة في مديرية تربية القصر بمحافظة الكرك امتنعوا عن تأدية امتحان الثانوية العامة اليوم. وعويس أوضح أن الطلبة امتنعوا عن تأدية الامتحان نتيجة الإجراءات الحازمة والشديدة من مراقب القاعة، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تحرص باستمرار على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في اختبارات الثانوية العامة، حفاظا على نزاهة وشفافية الامتحانات ومن منطلق العدالة في تقييم الطلبة. للحديث أكثر عن مجريات الامتحان الذي تقدم له اليوم طلبة الثانوية العامة، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمي. دكتور عجارمي، أهلا بك بداية. مساء الخير، يا مرحبا. مساء النور. دكتور، تحدثتم اليوم عن رصد حالات غير مسبوقة لاستخدام الهاتف أثناء انعقاد الامتحان،
هل رصدت هذه الحالات فقط بين طلبة الدراسة الخاصة أم تم رصد بعض الحالات في أو عند الطلبة النظاميين؟ وما هي برأيك أسباب تسجيل هذا الرقم غير المسبوق من حالات الغش؟ مساء الخير. أولا يعني الحمد لله رب العالمين، الامتحانات عم بتصير وفق ما هو مخطط لها تماما، امتحانات متوازنة ومراعية للفروق الفردية، والوزارة التزمت في كثير من الأمور وأعلننا أن الأسئلة ستكون من الكتاب وكان ذلك. لكن في الوقت نفسه هناك إجراءات ناظمة لامتحان الثانوية العامة، من حق رئيس القاعة وأيضا من حق المراقبين أن يضبطوا الامتحان لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلبة، وبالتالي من يلجأ لمثل هذه الأساليب، وكنا قد حذرنا سابقا أن استخدام الهاتف يعرض للعقوبة دورتين متتاليتين، وأيضا استخدام الأوراق تعرض الطالب للحرمان، وبالتالي كل من يستخدم الهاتف أو الآلات الإلكترونية هو يعرض نفسه لعقوبة هو يعلمها مسبقا، وبالتالي هو المسؤول عن هذه العقوبة وليس المراقب أو رئيس القاعة. المراقب ورئيس القاعة هم يطبقون التعليمات الناظمة للامتحان. هناك حالات عديدة سنعلن عن العدد غدا، لكن العدد تقريبا كبير الآن في معظمه من الدراسة الخاصة، في معظمه من الدراسة الخاصة طلب النظاميين أقل بكثير مخالفاتهم، وبالتالي طالب الدراسة الخاصة نطالب يعني ونهيب بجميع أبنائنا طلبة الدراسة الخاصة والنظاميين الالتزام بالتعليمات. الوزارة ستطبق كافة الإجراءات الناظمة للامتحان. نعم. ولن نتهاون. نعم. في هذا الأمر. طيب دكتور عجرمي، ما هي الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها الوزارة تجاه الطلبة الذين حاولوا إدخال الهواتف؟ مباشرة نحن نعلن عن العقوبة مباشرة في نفس اليوم وفي إشعار للطالب. ما هي العقوبة؟ حرمان دورتين متتاليتين، هذه الدورة الامتحان اللاحق والامتحان السابق يحرم الطالب، بمعنى إذا الطالب اليوم في امتحان تاريخ الأردن ضبط معه هاتف سيحرم هذه الدورة كاملة، الامتحان السابقة الأيام السابق والأيام اللاحقة، وأيضا يحرم يعني في حال ضبط أثناء تأديته للامتحان. صحيح. مش ضبط قبل أن يدخل قاعة الامتحان. لا نحن نقول قبل الامتحان، الامتحان على الطالب أن يفتش نفسه ويتأكد أن يدخل إلى الامتحان دون استخدام أي أجهزة. طيب دكتور عجرمي، هذا الحديث يقودنا إلى هذا السؤال. قبل قليل تحدثنا عن امتناع عدد من الطلبة من دخول الامتحان في إحدى المدارس وبالكرك على وجه الخصوص، احتجاجا على ما وصفوه بإجراءات تفتيش مبالغ بها. كيف سيتم التعامل مع هذه الحالات في حال يعني ثبتت صحة ادعاءات أولئك الطلاب؟ يعني أولا ثقتنا بزملائنا رؤساء القاعات ثقة كبيرة، وهم على درجة عالية من المسؤولية والاحترام لأبنائنا الطلبة، وهذه الظاهرة يعني لم تحدث إلا في هذه المدرسة. تابعنا منذ الصباح، وكان قد تكلم يعني وهاتفني مدير التربية والتعليم حول هذا الموضوع. رئيس القاعة قام بواجبه، وأكد رئيس القاعة من خلال مدير التربية أن الإجراءات التي قام بها هي إجراءات طبيعية وليس هناك شخصا للموضوع إطلاقا. ندعو الطلبة للأيام اللاحقة للالتحاق بقاعتهم والالتحاق بباقي الامتحانات، ولا يقبل على الطلبة أن يعني يشترطوا على مدير التربية أن يغير رئيس قاعة، هذا أمر غير مقبول. نعم. ونحن نتابع أي ملاحظة على مراقب أو رئيس قاعة ونقوم بالإجراءات، إن كان هناك يعني مخالفة يعني نقوم بتصويرها مباشرة، لكن ما حدث في هذه المدرسة هي إجراء طبيعي ورئيس القاعة لم يخالف التعليمات إطلاقا. طب وماذا عن الطلبة؟ يعني ماذا سيحل بهم؟ هل سيتقدمون مرة أخرى للامتحان ولا يعني راحت للفصل الجاي؟ لا، نحن نطالب الأيام القادمة، هم من رفضوا الدخول يعني هم من سيتحملون المسؤولية. أنا شاهدت يعني الزملاء المراقبين ورئيس القاعة كان يطلب منهم الدخول، وأيضا رجال الأمن العام كان يطلب منهم الدخول وهم رفضوا، وهذا بمحض إرادتهم. على كل حال نطالبهم الالتحاق بالأيام القادمة للامتحان وندعو لهم بالتوفيق. نعم، شكرا جزيلا لك أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجار، ما كنت ضيفنا عبر الهاتف.
في خطوة تهدف إلى حماية الطلبة والعاملين في الجامعات ومنع تكرار الجريمة التي شهدتها إحدى الجامعات مؤخراً. أقر مجلس التعليم العالي مقترحات لتعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي واعتبارها جزءا من معايير الاعتماد العام. تحت شعار نورت ليالينا تنطلق فعاليات مهرجان جرش 36 في 28 من الشهر الحالي وحتى 6 من آب الشهر المقبل. المدير التنفيذي لمهرجان جرش ناصر قعوار قال إن المهرجان يشارك فيه شعراء من الأردن والدول العربية إضافة ل15 قصا وأكثر من 40 فنانا تشكيليا من رابطة التشكيليين الأردنيين. وزيرة الثقافة هيفاء النجار بدورها أكدت أن المهرجان يعد محطة إشعاع يتوافق عليها كل العالم العربي لأكثر من 3 عقود، ولا يمكن أن يتحقق ذلك لولا الصمود في مئوية الدولة وكل ما يتصل بالرؤية الأردنية واهتمام الدولة الأردنية. مهرجان جرش فرصة للفنان الأردني بدون أدنى شك، فرصة للفنان، فرصة للمبدع، فرصة للمبتكر، فرصة للصناعات الثقافية وفرصة للتجديد. وسنعمل على أن تكون جرش بكافة تجلياتها منصة للإبداع والابتكار الأردني كما قلت ضمن كفاءة وفعالية. اشتكى مواطنون وتجار من طبيعة المواقع التي تم تحديدها لبيع الأضاحي في محافظة إربد وعدم توافر بنية تحتية ملائمة للبيع والذبح في وقت أكدت فيه البلدية أنها اختارت هذه المواقع بناء على دراسات. هنا دوار الثقافة في إربد، مكان حيوي يشهد حركة سير نشطة باستمرار، حددته البلدية كموقع من عدة مواقع في المدينة لبيع الأضاحي، إلا أنه لم يعجب العديد من تجار الماشية والمواطنين. كان اختيار غير موفق لبلدية إربد، علما أنه بلدية إربد تملك خيارات عديدة وأراضي عديدة خارج بلدية إربد، تبعد عن إربد 6 كيلومتر و10 كيلومتر. الموقع بالنسبة لبعض اللحامة مش مناسب، والبلدية بعدتنا بكثير خدمات ولا شفنا منها أي شيء. المواقع مبدئيا كويسة، لكن مواقع انه مأمنين شيء نذبح فيه، جوار منيحه نذبح فيها، مظلات نذبح فيها، مي، كهرباء ما في. كهرباء مدناها على حسابنا، كل حظيره مدت كهرباء على حسابها. المواقع اللي بحواره باب المحلات بنفرس السجاد وعلى نظافه، ورابع يوم العيد بننظف وبنروح، بنروح على دوار الثقافه وازمه. والذبح داخل المحلات عندنا كل المحلات مجهزه ببلاط وما بلاط ودنيا وكونديشنات. وفي ردها على هذه الشكاوى قالت بلدية إربد الكبرى إن المواقع التي تم تحديدها اختيرت على أسس مدروسة وجهزت ببنية تحتية تضمن راحة التاجر والمواطن. اللحام بده زي ما بده، اللحام ما بده يعني ينضبط، اللحام بده يحط ملحمته، اللحام بده يذبح داخل الملحمة، اللحام كل المواقع هاي عملت للبلدية، عملت لا ترد عليهم. المياه موجودة، المذابح موجودة، سيارات النظح موجودة، سيارات المي موجودة، كل متطلبات البنية التحتية للمواقع موجودة، ما في شيء مش موجود ماشي. بس اللحام هيك طبيعته، بده باب الملحمة، بده يفتح بالملحمة وبده يذبح بالملحمة، وما بده استحداث أي موقع حضاري جديد، مستحيل.
أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، مناسبة يتقرب فيها المسلمون إلى الله بإحياء سنة نبيه إبراهيم. وإضافة إلى كونه مناسبة دينية مهمة، يعتبر شراء الأضاحي نمطاً اقتصادياً موسمياً ينشط السوق، ولذلك يأمل التاجر ألا تؤثر المواقع التي تم تحديدها على الموسم الذي ينتظره طوال العام. اعتداءات متكررة على محول كهربائي قرب سد الكفرين يعرف بمحول موسى شلاش تسببت بأضرار كبيرة للمزارعين في المنطقة. وفي تفاصيل هذا الخبر، المزارعون يقولون إنهم تكبدوا خسائر بمئات الآلاف من الدنانير جراء انقطاع التيار الكهربائي عنهم لأكثر من عام كامل بفعل استمرار الاعتداء على المحول، على الرغم من بناء جدار حوله لمنع الاعتداءات. ومع وقوع اعتداء ثالث على المحول خلال شهر واحد، امتنعت شركة الكهرباء عن إصلاح العطل الجديد إلى حين تحديد الفاعلين وتحميلهم المسؤولية. قامت الشركة بإبلاغ الجهات الأمنية المسؤولة لمعرفة الفاعل خلال على ثلاث مرات. طبعاً الاعتداء تم خلال الشهر ثلاث مرات. احنا على استعداد لاستبدال المحول، لكن بشرط الكشف على العدادات المشتركين والاتفاق معهم على آلية لتسديد الذمم، إن كان هناك ذمم أو أثمان عدادات أو طاقة مستهلكة. أنا عندي، أنا كمزارع واحد من المزارعين، من سبع مزارعين ثمان مزارعين، عندي أربع وحدات موز وحدتين شتل وحدتين بكر، الله وكيلكو، خسارتي لا تقل عن 400,000 دينار أردني. 80,000 دينار أنا دافع للعداد هذا. يوم قلت لهم أنا وشو ذنبي؟ انطخ المحول، خرب المحول، أنا وشو ذنبي؟ وإحنا مزارعين تصخمنا، يعني علينا كهرباء، علينا مية، علينا سماد، والله لغاية عمان ما نقدر نطلع من الشكات اللي علينا. بمشاركة جمعيات وسيدات، نظم في قضاء المريغة بمحافظة معان أول بازار شعبي، ويهدف هذا البازار إلى تنمية النساء في المجتمع المحلي وتسليط الضوء على المنتجات الشعبية والحرفية في خطوة قد تسهم في تسويق المنتجات المنزلية. الحقيقة الهدف من البازار كان، أنا كجهة منظمة، الهدف كان تسليط الضوء على المنتجات الشعبية والحرفية في منطقة المريغة المهمشة صدقاً. والهدف الثاني كان تعريف السيدات في بعض، كون يعني مشاركات من كافة أنحاء محافظة معان. في معي فريق متكامل من الرابطة اللي هو تقريباً 26 عضو. هدفنا كان خدمة مجتمعية بحتة في قضاء المريغة وفي كافة أنحاء محافظة معان. المطبخ السياحة الإنتاجي مقربة من جلالة الملك الله يطول عمره، تأسس المطبخ من 2018/7/7، وحابين نشارك اليوم في قضاء المريغة، وإحنا حابين يعني دائما نكون يد متعاونة مع جميع الجمعيات في جميع المناطق، نسوي يعني بازارات وبنشجع المرأة يعني تشتغل سواء في بيتها أو في جمعية يعني لحالها مستقلة عادي. أول مرة بيتم هذا البازار عندنا في محافظة في قضاء المريغة، لكن السيدات لهن خبرة سابقة بالتشاركية بمحافظة معان، واليوم أنا كثير مبسوطة من السيدات بتجمعهم وتشبيكهم مع بعض حتى يتم عرض منتجاتهم، وما شاء الله سيدات مبدعات. احنا اليوم مشاركتنا يعني 100% هي تمكين اقتصادي للسيدات العاملات معنا، حيث ان نروج لمنتجاتهم، وفي نفس الوقت ان نتبادل الخبرات مع المراكز الاخرى، وممكن يصير في تبادل منتجات، يعني مثلا مثل اللبن الجميل، مثل السمن، مثل المنتجات المتواجده مثلا في قرانا ومش متواجده عندنا، ممكن يصير فيها تبادل، في نفس الوقت تمكين اقتصادي للسيدات العاملات معنا.